مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس ومتابعة لكافة الأحوال الاقتصادية. مع شهر ديسمبر أو مع نهاية العام دايما بنحاول أن احنا نشوف ما تم على مدار العام، الخطوات اللي تمت في كل المجالات. ولما بتكلم على الاقتصاد أو النواحي الاقتصادية بتبقى كل القرارات أو الأحداث اللي أثرت في حياة كل مواطن وكل واحد فينا. علشان كده النهاردة مع حضراتكم من خلال حلقتنا هنستعرض أهم الأحداث اللي مرت على المجتمع وكان ليها التأثير الاقتصادي في كل المجالات. ولما بقول الاقتصاد بقول أنه متعلق بكل مجالات الحياة، متعلق بالزراعة، متعلق بالصناعة، متعلق بالسياحة، متعلق بالطاقة، بكل هذه الأمور اللي بتؤثر في حياتنا جميعا. بتعلق أيضا بالصادرات والواردات وزي أن احنا نقدر أننا نزيد من الدخل بشكل كبير جدا. النهاردة هنحاول يعني نضع أيدينا على بعض النقاط اللي كان ليها تأثير كبير جدا في القرارات اللي تم اتخاذها خلال عام 2022، ونشوف كمان ما هو المتوقع خلال العام القادم بإذن الله. هيكون ضيفي وضيف حضراتكم في هذا اللقاء دكتور أحمد سعيد، أستاذ التشريعات الاقتصادية، لإلقاء الضوء حول أهم الأحداث التي جرت خلال عام 2022 والمتوقع خلال العام القادم بإذن الله. لكن قبل ما نبدأ حوارنا هنتوقف مع هذا التقرير، نعود بعده مباشرة. لم تكن مصر بعيدة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد تأثر الاقتصاد المصري بتلك الأزمة مثله مثل أقوى الاقتصاديات على مستوى العالم. الحكومة تحملت نحو 465 مليار جنيه، أي نحو 25.3 مليار دولار أمريكي، نتيجة لتداعيات الحرب في أوروبا. أنه جرى تخصيص ما يزيد على 130 مليار جنيه، أي نحو 7.1 مليار دولار، لمواجهة التداعيات السلبية المباشرة التي تنتج عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى 335 مليار جنيه أي 18.2 مليار دولار لمواجهة التداعيات غير المباشرة مثل زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات ودعم السلع والوقود. نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، زي ما شفنا وتابعنا من خلال التقرير العديد من الأحداث مرت علينا خلال عام 2022 ونتج عنها تحديات اقتصادية، تحديات للعالم كله وبالتالي كمان تحديات اقتصادية بالنسبة للدولة المصرية. تبع ده العديد من القرارات اللي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات. ايه الأحداث اللي مرت وازاي قدرنا ان احنا نتصدى ليها؟ خلونا في البدايه نرحب بضيفنا اللي مشرفنا النهارده، برحب بدكتور احمد سعيد استاذ التشريعات الاقتصاديه، اهلا بيك منورنا، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك يا فندم وبالساده المشاهدين، وسنه جديده سعيده علينا كلنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، وسنه يعني خاليه من التحديات الاقتصاديه يا رب باذن الله. اتمنى ان شاء الله. ان شاء الله. علشان نقدر نقول اننا يعني واصلين الى اي مدى، لابد من تقييم ما تم من أحداث ومن قرارات تم اتخاذها وتأثيرها إيه على النواحي الاقتصادية. خلينا نبدأ مع حضرتك من بدايات 2022، كيف ترى هذه الأحداث وأهمها من النواحي الاقتصادية؟ في الحقيقة يعني احنا مستعدين نتكلم السنة دي عن حصاد القرارات المالية والاقتصادية اللي حصلت في مصر، فعشان نتكلم على الحصاد ده لازم يرجعنا خطوة لورا. دايما كده بنتكلم على الحصاد، ما نحن نحصد ما نزرعه. أكيد. فنرجع شوية ل 2021 و2020 كان إيه اللي بيحصل فيهم. 2020 لما بدأ يجي وباء كورونا كان ليه أثر مباشر على إجراءات الحظر الكلي اللي الحكومات اتخذتها، وده كانت نتيجته واضحة إن معدلات الاستهلاك على مستوى العالم قلت. يعني الناس لما قعدت في البيوت والسياحة اتقفلت والفنادق اتقفلت والمدارس اتقفلت، ده ترتب عليه إن كان في فائض من المنتجات الزراعية عند الدول المنتجة ليها زي منتجات الألبان ومنتجات اللحوم والقمح. كل ما كان ما كانش فيه حركة أكتر كل ما كان الإنتاج ملوش أي استهلاك. فترتب على كده في 2020 إن المنتجين خسروا جزء كبير من إنتاجهم، رموه في البحر وفسد عندهم منتجات البطاطس وزي ما قلنا اللحوم والألبان وكل المنتجات الاستهلاكية كان فيه فائض منها وما كانش فيه استهلاك. فده ترتب عليه إن لما جوم في 2021 ما كانش فيه بذور كفاية، يعني المزارع اللي أنتج بطاطس وأنتج قمح وأنتج ألبان وما لقاش مستهلك يستهلكهم، لما جه في 21 يحط البذور بتاعة الموسم الزراعي الجديد حط كميات أقل لأنه كانت عشان ما يحصلش فائض وده كان معاكس على الأتمان وبقت الأتمان بتاعة المنتجات الزراعية رخيصة. فكل ده أدى بيه إن لو واحد بيزرع أرض 10 فدان زرع 5 فدان،
لو بيرمي 100% بذور رمى بس 50%. فكانت النتيجة ان احنا لما جينا في نهاية 2021 وبداية 2022 كان في عندنا تطور حصل في الأحداث، ان وباء كورونا بدأ ينقشع، بدأ ينتهي من على كل مستوى دول العالم، وبدأت الدول الأوروبية تاخد إجراءات رفع حظر التنقل. وده بدأ من يناير 2022. صحيح. وده كان ليه نقطة تحول خطيرة جدا، ان الدول الأوروبية رفعت قيود التنقل كلها فجأة في نفس الوقت ما بين شهر يناير وشهر فبراير. بدأ المواطنين في أوروبا يتحركوا، السياحة ترجع تاني، المدارس تفتح، الفنادق تشتغل، وده ترتب عليه نتيجة مباشرة ان معدلات الاستهلاك رجعت لسنة 2019. رجع عند المواطن اللي بيتحرك ده رغبة ونهم شديد في استهلاك المنتجات الزراعية، وكان عنده أمل ان الأحداث هتتغير والنمو هينمو بشكل أكبر. هو في الحقيقة يعني لما بنيجي نشوف في آخر السنة بنشوف ان قرارات رفع حظر التنقل اللي اتخذتها أوروبا بشكل كلي ما كانتش مدروسة بدرجة كافية. ليه؟ أنا النهاردة عندي مواطن لما هرجع كل المواطنين للحركة مرة تانية بشكل مفاجئ، ده معناه المواطنين دول هيحتاجوا كلهم لاستهلاكات. أول الاستهلاكات اللي هيحتاجوها محروقات، يعني أول حاجة هنحتاجها وإحنا لما شلنا القيود كده الناس هتسافر وناس هتروح شغلها. صحيح. فالطلب على المواد البترولية والمحروقات هيبقى زيادة عن 2020 وعن 2021. طيب هل المحروقات اللي بتنتجها شركات البترول كانت كافية في السوق؟ لا. ليه؟ لأن شركات البترول كانت من الناس اللي خسرت في سنة الكورونا. في سنة الكورونا كلنا فاكرين ان في شهر 5 و6 كان في عقود لبيع البترول الآجل بدولار. صحيح. واحد وبسنت واحد. صحيح. وده ترتب عليه ان كمان شركات انتاج البترول على مستوى العالم خفضت من انتاجها، ولو كان عندها استكشافات بترولية او استثمارات قفتها في 2020. فلما جينا في 2022 وأزلنا قيود التنقل والحركة بقينا عايزين منتج بترولي مش موجود. الشركات البترول دي ما حفرتش، ما استثمرتش استثمارات جديدة، بل ان هي بقى من مصلحة شركات البترول دي لما رجعت حركة الطلب تاني انها ما تزودش في انتاجها عشان تحافظ على سعر معين تعوض بيه خسائرها. واحنا لازم ناخد بعين الاعتبار ان الشركات دي هي كمان شركات استثمارية ليها قروض وعليها فوائد. فلما عملت خسائر في 2020 و2021 وجي النهاردة طلب على منتجها، هي بتحافظ على أعلى سعر للمنتج ده عشان تعوض خسائرها. ومن هنا كان القرار بتخفيض الانتاج الخاص من دول الأوبك للانتاج الخاص عشان يحافظوا على السعر. نفس اللي حصل عند بتوع البترول حصل عند شركات الشحن العالمية. شركات الشحن العالمية لما التجارة الدولية توقفت في 2020 وفي 2021 شركات الشحن العالمية كمان خسرت في استثماراتها. فانا النهارده كشركه شحن عايز اعوض الخسائر اللي خسرتها، وكمان المحروقات تمنها زاد عليا، ما هو البترول زاد عليا، فانا بالتالي زودت قيمه الشحن. فانا زودت قيمه الشحن وسعر المواد البتروليه زادت، سعر المنتجات الغذائيه زادت لان المتوفر منها في الاسواق اقل من اللي احنا مستعدين نستهلكه. كل ده انعكس على سعر المنتجات بالزياده الغير محدوده اللي احنا بنسميها التضخم السعري. التضخم ده حصل في أوروبا في الدول الأوروبية المنتجة في أغلبها زي ما قلنا بسبب رفع قيود التنقل اللي كلهم اتخذوه، ولكن ده ما كانش الأثر الكلي، يعني ده سبب لنا في يناير وفبراير تضخم. ولكن اللي زاد من وطأة هذا التضخم هو الحرب الروسية الأوكرانية. ومن وجهة نظري كخبير بيحلل التجارة الدولية إن روسيا كانت منتظرة رفع القيود بتاعة التنقل في أوروبا وكانت عارفة أن ده هيرتب تضخم، فبالتالي لما هنحط عليه كمان التوتر الناتج عن الحرب ده هيزود من أثار هذا التضخم. فأصبحت روسيا بتستخدم هذا التضخم كآلة عسكرية، يعني كان من كورقة رابحة بالنسبة ليها. يعني طبعا تاريخ أو توقيت اختيار الحرب، توقيت اختيار المعركة كان متزامن بشكل دقيق جدا مع الوقت اللي الدول الأوروبية رفعت فيه حظر التنقل. فده كان واضح إنها هيترتب تضخم بسبب رفع حظر التنقل. زدنا من أثار هذا التضخم بسبب هذه الحرب، أنت عندك أكبر دولتين بينتجوا حبوب على مستوى العالم، أكبر دولة بتنتج منتجات بترولية بعد المملكة العربية السعودية. فلما دولة بحجم روسيا يحصل عندها توتر ويترتب عليه ان المجتمع الغربي يفرض عليها عقوبات على الصادرات بتاعتها ويحرم العالم كله من هذه الصادرات الروسية، ده هيزيد من وطأة هذا التضخم مرة تانية. يبقى انا كان عندي اثار ادت لتضخم اولي، زاد من هذا التضخم العقوبات اللي تم فرضها على روسيا. يعني روسيا بقى لها 10 سنين بيتوقع عليها عقوبات بسبب شبه جزيرة القرم وبسبب التصرفات الروسية.
فهي المرة دي كانت عارفة انها هيتفرض عليها عقوبات وكانت مستعدة ان الوقت بتاع فرض العقوبات ده وقت التضخم اللي جاي على اوروبا فهنزيد من حدة التضخم ده وهو ده اللي النهاردة اوروبا بتقاومه ومش قادرة انها تكافحه ولكن للأسف ان الاعلام الغربي بيسوق الرواية ان كل هذا التضخم ناتج عن الحرب لا كل هذا التضخم جزء منه ناتج عن الحرب جزء منه ناتج بسبب رفع قيود السفر والترقل مرة واحدة بدون تخطيط مسبق جزء منه ناتج بسبب ان الانتاج نفسه كان قليل بسبب الموسم الزراعي السنة اللي فاتت وده بيخليني اللي بيأكد لي الرؤية دي حاجة مشهد مؤثر جدا لغاية النهاردة الصين قدامي بتتبع سياسة زيرو كوفيد بالرغم ان العالم كله بيقول ان خلاص وباء كورونا ما بقاش هو الوباء القاتل المميت فايه اللي يخلي الصين لغاية دلوقتي بتعمل حظر تنقل وبتفرض على بعض مناطقها التوقف عن الانتاج هو ان الصين نفسها بتكافح هذا التضخم يعني الصين بتمنع الشعب الصيني من الحركة وبتحظره في اماكنه لمجرد المحافظة على معدلات التضخم ولكن يعني خلينا نقول ان المعلن ان هي بتكافح فيروس كورونا ولكن ده ليه نتيجة واضحة فعلا يعني ولكن هو نتيجته اقتصاديا مختلفة بقى على باقي التضخم الدولة الوحيدة اللي محتفظة بمعدل تضخم 2.1% هي الصين يعني النهاردة اوروبا بتقابل تضخم في مجمله في حدود 8% الولايات المتحدة الامريكية بتواجه تضخم في مجمله في حدود 9% الصين حتى هذه اللحظة محافظة على 2% لانها كانت شايفة ان لما اسمح للناس كلها تتنقل في نفس الوقت هيبقى في طلب على المنتجات ده هيزيد من المشكلة اللي احنا بنقابلها ففي النهاردة وضع حرب اقتصادية عالمية ما يجبش انه يكون خافي علينا ان من سنة 2009 تم انشاء مؤسسة بريكس ما بين الصين وما بين روسيا وما بين الهند وما بين جنوب افريقيا عشان يخلقوا منظومة مالية عالمية جديدة غير نظام السويفت ما يكونش الاعتماد فيها على الصادرات بالدولار يكون الصادرات باستخدام العملات المحلية للدول وإخراج أمريكا من الصادرات والواردات العالمية كل ده بيأكد أن النهاردة في حرب اقتصادية عالمية طب يعني احنا كمصر خلينا نقول قبل ما نسيب الجزئية دي في هذا الإطار كان هناك العديد من المؤتمرات اللي عقدت على مدار عام 2022 وطبعا مش هنقدر نغفل المؤتمر الصيني الإفريقي اللي تم في المملكة العربية السعودية وتلا ذلك المؤتمر الأمريكي اللي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر حضرت كلا المؤتمرين وتأكيد كان هناك العديد من النقاط الخاصة بالموضوع اللي حضرتك طرحته اللي هو إزاي هل الدولار هو اللي هيستحوذ على يعني النصيب دائما في الصادرات هنستخدم عملات تانية خارجية خارج الدولار أو غير الدولار في هذه العملية ولا لا هل نقدر نقول أن كل هذه المؤتمرات هي بتقع في نطاق مواجهة السيطرة من الدول الخارجية على النواحي الاقتصادية للدول الإفريقية والعربية؟ هو حضرتك النهاردة في صراع عالمي حرب عالمية بكل ما تعنيه الكلمة الحرب العالمية دي ما بين معسكرين المعسكر الأمريكي اللي بيدعم استخدام العملة الدولار والمعسكر الشرقي اللي بيشمل الصين وروسيا زي ما تكلمنا مؤسسة بريكس اللي بتقول عندها أسئلة واضحة يا فندم بعد الحرب العالمية الثانية تم توقيع اتفاقية بريتون وودز ما بين كل الدول العالمية الاتفاقية بتاعت بريتون وودز دي بتقول ان في عملة واحدة احنا نستخدمها في مبادلات التجارة الدولية العملة دي اسمها الدولار ولكن ده بشرط وحيد ان الولايات المتحدة الامريكية ما تطبعش دولار الا لما يكون قدامه رصيد كافي من الذهب ولكن الولايات المتحدة الامريكية في سنة 1971 لم تلتزم بهذه القاعدة وخرج الرئيس الامريكي ليعلن للعالم كله ان بعد الخسائر اللي حصلت لهم في فيتنام هم مضطرين يطبعوا دولار بدون غطاء ذهبي طيب انا النهاردة بقى في عند الدول الشرقية او الصين او روسيا اسئلة واضحة انتوا النهاردة الولايات المتحدة الامريكية بتطبع دولار عشان تدعم بيه شركاتها بتطبع دولار عشان تطلع بيه الفضاء بتطبع دولار عشان تدي للمواطنين دعم في وقت وباء كورونا المواطن الصيني والمواطن الروسي بيسأل دولته انا ليه مش قادر استمتع بنفس الرفاهية اللي بيستمتع بيها المواطن الامريكي والاجابة واضحة ان انا كصين انا عشان اوفر رفاهية للمواطن بتاعي ده بيكون من خلال العمل والانتاج انما الولايات المتحدة الامريكية بتوفر رفاهية لمجرد انها تقوم بطباعة الدولار بدرجة غير محدودة وغير معلنة حتى هذه اللحظة لم تتخذ الولايات المتحدة الامريكية اجراءات شفافة او واضحة انها تقول للمنظمات الدولية كم الدولارات اللي هم طبعوها في وقت كورونا عشان يحفظوا الشركات بتاعتهم فأنا النهاردة روسيا والصين والدول المنتجة
شايفة تحدي. احنا بننتج وبنصنع ونزرع وفي الاخر بنضطر عشان نبيع منتجاتنا نبيع بالدولار الامريكي، فالولايات المتحدة الامريكية تحقق مكسب بدون انتاج. يعني عشان نبسطها للسيد المواطن، لو في اي دولة محلية انطبعت العملة بتاعتها، ده بيترتب عليه ان العملة دي بتزيد في السوق المعروض منها، فيترتب عليه تضخم. انا لما بطبع عملتي المحلية بيحصل لي تضخم داخلي، انما لما اكون بطبع عملة بتستخدم في التجارة الدولية، ده معناه ان التضخم ده هيتوزع على باقي الدول العالم. فانا كمواطن عايش في الولايات المتحدة الامريكية هشعر بنسبة تضخم ضئيلة، لان بقية التضخم اتوزع على كل دول العالم. صحيح. فالوضع ده لا يتسم بالعدالة ولا يتسم بالشفافية، وفي خروج واضح على اتفاقية بريتون وودز، وهو ده اللي المعسكر الشرقي بيقدمه النهاردة بديل لما بيروحوا. لما الصين عملت سيان مؤتمر الصين والخليج، الصين والدول الخليجية، الصين والدول العربية، الصين والدول الأفريقية، هي بتقدم نفسها كبديل، بتقول والله أنا بقالي سنوات بحاول إدراج اليوان كعملة دفع عالمية. صحيح. ولكن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حتى الآن لا تسمح باستخدام اليوان استخدام كامل، ولكن يدرج كعملة مبادلات في بعض الأحيان. فهي بتقدم نفسها إنها عايزة النهاردة توقع اتفاقيات ثنائية ما بينها وما بين كل دولة على مستوى العالم، يتم استخدام اليوان كعملة سحب وكعملة خصم وكعملة في المبادلات التجارية الدولية. وبتقدم نموذج مختلف، بتقول أنا لا أتدخل في ثقافة الشعوب أو سياساتها أو إدارتها، ولكن أنا بقدم لكم فرصة اقتصادية اسمها فرصة الحزام والطريق. وهو ده النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية بتكافحه عشان تفضل مستمرة في استخدام النظام العالمي القائم على الدولار وبما يسمح لها من الهيمنة على الاقتصاد العالمي. إذن هي دي السياسات أو القرارات اللي بتتخذها كل دولة لمواجهة التحديات الاقتصادية اللي يعني خاصة بيها. نرجع للدولة المصرية خاصة في ظل التحديات اللي بتواجه المواطن المصري والعديد من يعني القرارات اللي تم اتخاذها، كيف ترى الوضع الاقتصادي في هذا العام وأهمية أو أهم القرارات اللي تم اتخاذها؟ في الحقيقة الوضع الاقتصادي في مصر كان طول السنة دي صعب، كلنا مرينا بظروف اقتصادية صعبة، وده راجع زي ما قلت لحضرتك التضخم اللي حصل للدولار نفسه. يعني إذا كنا في السنة اللي فاتت فاتورة استيراد مصر كنا بنستورد ب 55 مليار دولار أمريكي، دي احتياجاتنا السنوية. النهاردة لما قيمة الدولار تضخمت المنتجات، يعني لو كان الدولار بيشتري 10 منتجات بقى الدولار النهاردة بيشتري 7 أو 6 منتجات. فده معناه لو احنا كنا بنجيب لمصر 100 منتج في السنة ب 55 مليون دولار امريكي، السنة دي عشان نجيب نفس ال 100 منتج دول احنا محتاجين 100 مليار دولار امريكي. وده تحدي كبير جدا بيواجه الدولة المصرية، واحنا بنواجه التحدي ده بقالنا حوالي 10 شهور من ساعة أزمة التضخم العالمي ما بدأت تتفاقم. كان في أولويات الدولة هو الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجا، ودي كلمة مهمة جدا. النهاردة الحرب الاقتصادية العالمية حرب طاحنة، أنا بشوف المواطن في أمريكا نايم في الشارع، المواطن في بريطانيا بينام في الشارع، لأول مرة أشوف مواطنين يدخلوا يقتحموا أسواق في بريطانيا أو في لندن تحديدا عشان يسرقوا منتجات غذائية. فالحالة الاقتصادية الصعبة دي على مستوى العالم الدولة المصرية هنا بتحاول إنها تكافحها. بدأنا المكافحة دي من السلع الاستراتيجية، يعني مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية أول عقبة واجهت مصر هو القمح، إن أكبر دولة منتجة للقمح توقفت عن إصداره ولازم نشوف دول بديلة وبأسعار أغلى. الدول اللي بتنتج الزيت وبتصدر الزيت وقفت تصديره، فكان عند الدولة المصرية سياسة واضحة جدا، الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للمواطن المصري. فكان توجهنا تجاه سلة الغذاء والسلع الاستراتيجية تجاه إن احنا نحافظ على أسعارها وعلى تكلفتها. فالدولة تدخلت ودعمت القمح الخاص برغيف العيش، الدولة تدخلت ودعمت الزيت، الدولة تدخلت ودعمت الكهرباء، الدولة تدخلت ودعمت كل السلع الأساسية اللي بيحتاجها المواطن. في زيادات أسعار حصلت فيها، في زيادات أسعار حصلت فيها، ولكن لغاية دلوقتي الدولة بتدعم هذه السلع الأساسية بدرجة كبيرة جدا، لأن المواطن مش هيقدر إنه يدفع الثمن الحقيقي أو التكلفة الحقيقية للمواطن للمنتجات دي السنة دي. فكانت نقطة جوهرية جدا بالنسبة لمصر ان احنا نقف ونقول ايه اهم منتجات بيستهلكها المواطن المصري والشعب المصري، وازاي ان احنا نحافظ على المنتجات دي. طبعا تأثرنا وتضررنا، وفي منتجات استهلاكية ما بقيناش قادرين نجيبها، مش قادرين نستورد ملابس دلوقتي، مش ده الوقت، مش قادرين نستورد للناس السلع الاستهلاكية. انت بعض الاجهزة الكهربائية اللي كنا بنجيبها الدولة مش هتتدخل وتدعمها، احنا النهاردة
عندنا خطة، الخطة دي واضحة، هو الحفاظ على المصريين. طيب في إطار هذه الخطة كان هناك يعني التشجيع أو توطين الصناعة المصرية، يعني أنا مش بس إن أنا بحد من استيراد هذه المنتجات أو بقلل من وجودها في السوق المصري، لكن في نفس الوقت لابد إن أنا أعوض المواطن المصري عن البدائل، خاصة إذا كانت هذه البدائل بتشجع على توطين الصناعة، إيجاد فرص عمل، إيجاد مصادر للدخل بالنسبة للعديد من الأفراد داخل المجتمع. شايف إزاي ده تم في الفترة السابقة أو على مدار عام 2022 وما أسفر عنه؟ هي دي الفرصة اللي موجودة في الأزمة. يعني إحنا كان بقالنا سنين طويلة بنكافح إغراق شديد بتتعرض له مصر، إحنا بنستورد منتجات كتير من الخارج. لما باجي أقول لشاب مصري تعالى صنع المنتجات دي بيقول لي صنعها إزاي، المنتج بيجي من الدولة اللي بتصدره لنا بسعر رخيص جدا وانا ما اقدرش نفسه عشان انتجه هنا في مصر، تكلفة الانتاج بتبقى علي اعلى وهامش الربح ضعيف. ولكن مع تضخم الدولار، مع الحرب العالمية، مع وقف بعض الدول للصادرات، ترتب على ده ان بقى فيه فرق سعر كبير جدا ما بين اللي هيتم استيراده وما بين المنتج اللي هينتج محليا. فده خلق فعلا فرصة لكتير من الشباب. وخليني اقول لحضرتك اللي حصل في السوق المصري، كتير من الورش رجعت للعمل مرة تانية، كتير من الورش المصرية والحرف المصرية اللي كانت توقفت بسبب ان بيجي منتج يغرق الاسواق وبينافسها، الورش دي رجعت للعمل مرة تانية. صحيح. ورجعنا تاني للصناعة المصرية كمان. انا بكلم حضرتك تحديدا على قطع غيار السيارات. يعني انا اول ملاحظة انا شايفها حاليا في السوق المصري ان احنا كان عندنا اغراق حاصل من قطع غيار السيارات وقطع غيار المكن والمعدات. قطع الغيار دي لما تمنها تضخم بسبب التضخم الدولاري، النهاردة ده سمح للورش والمصانع الصغيرة انها تبدأ في انتاج هذه القطع، وده مبشر بالخير لان النهضة الصناعية اللي حصلت في بريطانيا وفي المانيا، النهضة الصناعية دي اعتمدت في البداية على الورش وعلى الصناعات الصغيرة. اما حضرتك تكتشفي ان احنا بنعتمد في جزء كبير من واردات قطع الغيار على الصين وعلى تركيا وعلى دول اخرى، لا، النهاردة من حق الشعب المصري ان هو يعمل في تصنيع هذه الواردات، ودي الفرصة اللي خلقها فرق السعر النهاردة ما بين الاستيراد وما بين الصناعة المحلية. خلينا نقول ان يعني مع نهاية العام احنا بنضع نظرة على ما تم والى اين سنصل في الفترات القادمة. من وجهة نظر حضرتك ما يجب التركيز عليه مع بدايات عام 2023 يعني التيسير على المواطن لتحسين حالة التحديات الاقتصادية، مزيد من الانتاج يا فندم. لا، يجب على الدولة تذليل كل العقبات اللي بتواجه الصناعة والزراعة، ولازم يبقى عندنا رؤية شاملة ومتكاملة في ظل هذه الحرب العالمية. يعني احنا كان عندنا خطة اقتصادية في ظل ظروف اقتصادية كانت موجودة في العالم في الخمس سنين اللي فاتوا. الظروف الاقتصادية دي النهاردة بتتغير، العالم كله من الواضح ان الحرب الاقتصادية مستمرة وقد تتحول الى حرب عسكرية، وده معناه ان احنا لازم نوفر حد ادنى من الانتاج الزراعي والصناعي المهم للامن القومي المصري. صحيح. حتى لو كان هذه الصناعة او الزراعة هتكون تكاليف انتاجها اغلى من الواردات، ولكن ده لازم عشان الامن القومي المصري. وان شاء الله ده اللي يحدث بالفعل، لان بدون انتاج بدون عمل مش هنقدر ان احنا نتخطى كل التحديات. وان شاء الله 2023 تشهد حالة من العمل المستمر ومواجهة كافة التحديات. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد سعيد استاذ التشريعات الاقتصادية، نورتني يا فندم. بشكر كل اللي تابعونا، وان شاء الله يا رب عام 2023 يكون كله خير، كله امل، كله تفاؤل. كل سنه وحضراتكم طيبين. بكره باذن الله لقاء جديد مع الاقتصاد والناس.